السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد شاد وقناة الحياة في أمريكا. فيديو جديد النهاردة، حابب أبدأ معكم سلسلة عن أسباب الهجرة، هسميها لماذا هاجرت وماذا وجدت. يعني ليه انا هاجرت، وفي نفس الوقت بعد ما سافرت وشفت الواقع، هل لقيت ان الواقع ده يتماشى مع تصوري اللي خلاني هاجر؟ لان انا هاجرت عشان كنت بحسب ان ههاجر من وضع مش عاجبني لوضع احسن منه في البند المعين اللي انا هتكلم عليه. فده هتكون ان شاء الله المحور بتاع السلسلة دي، كذا فيديو جاي بعد ده. النهاردة الفيديو هيكون عن اول سبب واحد اقوى الاسباب اللي خلتني ان انا اهاجر، وهقول كلام مش عايز حد يزعل منه، انا بتكلم بصراحة وبقول الواقع اللي انا شفته. فهيكون في بعض النقد لمجتمعاتنا، مش معنى كده ان الواحد بيكرهها، لكن لازم دايما نبص للنقد على انه احد اهم يعني ايه مقدمات التغيير للافضل يعني. فأول سبب زي ما عنوان الفيديو بيقول، أنا هاجرت لأني إنسان ساذج. وأنا بتكلم بجد، أنا إنسان ساذج في سياق معين اللي هو السياق اللي أنا حاولت أن أنا أخرج منه. إيه بقى معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده أن أنا الحقيقة في حياتي في مصر، أنا خلصت الجامعة في مصر واشتغلت سنتين بعدها، يعني كل ما بدأت أختلط بالدنيا وبدأت أشوف حاجات ومواقف في الواقع اللي احنا عايشين فيه، عرفت ان انا مش هقدر اعيش في المجتمع ده بشكل سليم. ليه؟ لان انا في المجتمع ده هبقى انسان ساذج. ليه بقى هبقى انسان ساذج؟ لاني امكانياتي لا تسمح لي بالتعامل مع مواقف معينة موجودة كتير عندنا. يعني ايه برضو؟ يعني انا مش بعرف اتعامل الا في اطار من الوضوح التام ما بين الناس، ما بعرفش اتعامل مع في حاجات رمادية. يعني مثلا في ابسط حاجة، الواحد رايح مصلحة حكومية مثلا ولا حاجة، ما تبقاش فاهم هل انت مثلا لازم تدي حاجة اكرامية زي ما بنقول، ولا هتمشي من غير، تروح تلاقي حد عمال يتصرف بطريقة معينة تبقاش فاهم هو عاوز ايه بالظبط. طب اديله حاجة، طب لو اديله هديله كام، طب ما اديلوش. كل دي أسئلة في رأيي غريبة جدا، وموقف غريب جدا الواحد يتحط فيه، انك انت تبقى مش عارف بالظبط ايه يعني هتعمل ايه، مفيش حاجة واضحة. في ناس قادرة على التعامل مع الحاجات دي، انا مش واحد منهم بالتأكيد، مش ما بقدرش اتعامل مع حاجات زي كده. حتى شيء زي الفصال، انا ما بعرفش افاصل، مش بحب ان انا افاصل اساسا، مش متعة بالنسبة لي ان انا اخد سلعة بسعر اقل، لان في النهاية في رأيي الموضوع كله تمثيلية. الموضوع كله ان حد عارف ان الناس هتفاصل فبيعلي السعر شوية عشان تفاصل فيقلل لك السعر فهتنبسط وهو يبيع المنتج بتاعه. انا بحب اكتر الاسلوب الغربي، ان هو كل سلعة محددة عليها التمن بتاعها، مفيش حاجة اسمها فصال. تدخل تبقى فاهم، والله السلعة دي بكذا، عايز اخدها بالسعر ده، اهلا وسهلا، مش عايز خلاص مش هاخدها. مش هقعد بقى ايه اتجادل نص ساعة مع البائع عشان افاصل فيها. الفصال موجود على فكرة هنا في امريكا، لكن في برضه في الاماكن الخاصة بالمهاجرين. يعني شفته مثلا في بعض المحلات الهندية مثلا اللي بتبيع منتجات هندية، شفت ناس هنود عمالين يفصلوا زي بلادهم بالظبط وزي بلادنا. لكن عموما المجتمع هنا ما فيهوش فكرة الفصال. بالنسبة لي ده اريح كتير برضو، لان انا انسان ساذج في الناحية دي، ان انا ما بقدرش لو حد قال لي بكذا خلاص على طول هطلع اللي هو طلبه وادهوله، مش هقدر اتعامل مع فكرة ان لا ده مش هو ده السعر الـ يعني الـ الفير، لا ده في ايه، لازم نقعد نتكلم بقى. شفت مواقف كتيرة طبعا، مش عايز ادخل في تفاصيل قوي، لكن مواقف في العيلة مع تعاملات مع ناس. يعني احنا مثلا العيلة كان عندنا في بيزنس خاص بالعيلة، وشفت حاجات كتير كنت بتصدم منها الحقيقة. يعني كنت بشوف مثلا ان ممكن واحد صاحب خدمة او يعني مقاول مثلا كبير وعنده الشغيلة بتوعه،
وبشوفت مواقف ان هو مثلا عمال يحلف كل الايمان ان في حاجه عملها بالطريقه الفلانيه، حتى نكتشف في النهايه ان هو كان بيكذب. فدي كانت كلها صدمات. وشفت مواقف تانية حتى مع يعني حاجات مختلفه. المواقف دي كانت بتسبب لي صدمه كبيره في الوقت ده، كنت انا مثلا في اعدادي في ثانوي، لان انا اول ما بسمع الناس دي كانت بتحلف وكده كنت بصدقهم على طول، ولو حد كان بيحاول يتجادل معاهم كنت بلوم عليه. حد في العيلة عندي مثلا أشوفه بيتجادل مع الناس دي ومش مصدقهم، فأقول ليه كده، ده هم الراجل عمال يحلف أكيد هو يعني إيه صادق. لأكتشف في النهاية الصدمة إن لا، ده هو كان كذاب فعلا، وإن الموضوع كان يستاهل الجدال يعني. فكل الحاجات دي خلتني أعرف إن أنا مش هعرف أتعامل مع حاجات زي كده. انا غيرت المكان عشان نكمل الفيديو، فحبل الافكار انقطع شويه بس حاول نكمل. فانا كنت بتكلم على المواقف اللي تعرضتها واللي شفت فيها ناس بروفيشنال، ناس متخصصين في مجالهم المفروض، وبيحلفوا باغلظ الايمان عشان اتصدم بعد كده واكتشف ان هو ده كان كذب. فكل الحاجات دي الحقيقه خلتني اقول لنفسي ازاي هقدر اتعامل مع الواقع ده لما اكبر وابقى عندي عيله وابقى مضطر اقضي مصالح. انا عارف نفسي ان انا مش هقدر اتعامل مع الواقع ده ومش هقدر اغير شخصيتي. فانا يعني ايه بقول عليها امكانيات، يعني انا امكانياتي محدوده في هذا الموضوع. انا يا اما اتعامل بشكل واضح تماما بلا اي التواء، يا اما مش هعرف اتعامل اساسا. وحتى لو عارف ان اللي قدامي احتمال كبير يكون بيكذب، مش هقدر برضو اعامله على انه بيكذب، لان انا في رايي دي اعلى درجة من درجات الاحتقار وعدم الاحترام، انك انت تكون بتكلم حد وهو شايف ان او هو مش مصدقك او انت مش مصدقه. ده معناها كده ان يعني ايه، انا بقول لك ان كلمتك دي ملهاش اي قيمة وانت ملكش لازمة اساسا، لانك انت كلامك لا يمكن الوثوق فيه. دي في رأيي اهانة كبيرة جدا لاي انسان. فانا ما بقدرش ان انا اتعامل مع حد بالشكل ده، وطبعا ما بلش ان حد يعاملني بالشكل ده برضه. يعني اكتر حاجة بتهني هي ان حد ممكن يتعامل معاك على انك بتكذب، مع ان انا لا اهتم كثيرا باراء الناس، لكن لو في تعامل مباشر دي من الحاجات اللي اكيد لا اقبلها. فكل يعني الحاجات دي زي ما قلت بتخليني اعد انسان ساذج في سياق زي السياق بتاعه المجتمعات بتاعتنا، اللي هو اي عارف الراجل اللي بيصدق اي كلام يتقال له، اي حد هيقول له ده بكذا يبقى هيقول لك على طول اهلا وسهلا، خد ادي دي ثمن السلعه، دي ثمن الخدمه. هنا الحقيقه مثلا ندي مثال على الخدمات، لما تروح مثلا تعمل عربيتك عند ميكانيك او حاجه، بياخدوا كتير مش بياخدوا فلوس قليله، لكن بيديك في الاخر الفاتوره بيقول لك بوضوح ان البارت قطعه الغيار نفسها ثمنها $15 وشغل ايدي $70-$80. فمفيش ايه، مفيش التواء ويقول لك ده انا جبت ده وجبت ده ودي بكذا ودي بكذا وانا ما خدتش حاجه فيها. لا، هو بيقول لك بوضوح تماما انا شغل ايدي اغلى كتير من ثمن القطع عشان ده ثمن الخبره. فهو ده اسلوب اقدر اتعامل معاه واقدر افهمه. لكن الاسلوب اللي ما اقدرش افهمه واتعامل معاه زي ما قلت لمحدوديه قدراتي في هذا الصدد، يعني ان حد يكون بيألف او يعني بيحاول يخترع حاجه. وما فيش انسان المفروض ان هو يكون خبير في كل شيء، يعني انا المفروض ان انا في مهنتي فاهم في شغلي، لا يفترض ان انا اكون فاهم بقى في الطب وفاهم في الهندسه وفاهم في السباكه وفاهم في مش عارف ايه، مستحيل. فعشان كده لو مجتمع لا تستطيع انك انت تثق في اصحاب الخبره يبقى انت كده في الضياع يعني. فدي مشكلة كبيرة طبعا عندنا في رأيي، أرجو أن نحاول نتخلص منها كعادة سيئة. لكن نرجع بقى لماذا وجدت. طيب ده كان تصوري، كنت مش قادر أن أنا أو مش شايف نفسي أن أنا هقدر أعيش بالطريقة دي فترة طويلة، وأن أنا في هذا السياق يعني أعتبر إنسان ساذج، مش هقدر أقضي مصالحي، مش هقدر أعيش في أتعامل مع الناس بالشكل ده. فقلت كان تصوري ان المجتمعات الغربية ما فيهاش الكلام ده. انا طبعا كنت اشتغلت في مصر مع فرنسويين فترة وكده، فيعني عندي شوية فكرة عنهم. لكن طبعا ما عشتش في بلاد نفسها. اقدر اقول ان في النقطة دي كان عندي حق، يعني تصوري كان صحيح ان فعلا هنا مثلا هو بقالي 18 سنة تقريبا،
الموضوع ده مش مشكلة، لا يمثل لك أساسا مشكلة. طبعا مش معنى كده إن مفيش ناس عندهم التواء وناس كذابين وناس نصابين، في كل حاجة، أمريكا بلد فيها كل الأشياء، فيها يعني عتاولة النصب موجودين هنا كمان. لكن بشكل عام وانت عايش في المجتمع وبتقضي مصالحك وبتقضي حياتك وبتتعامل مع ده وبتتعامل مع ده، الطبيعي هو الاحترام، وان كل الناس بيعتبروا انك انت صادق في كلامك لما بتتكلم، ولما حد بيقول لك حاجه برضه بتعتبر ان هو صادق، وما فيش ما يثبت عكس ذلك. فالموضوع مريح جدا، لا فيش فصال في شراء، ما فيش يعني زي ما قلت حد بيحاول يخبي حاجه، اللي عايز حاجه بيقولها، ده اللي انا عاوزه، ده اسلوبي وخلاص. فبالنسبه لي ده كان لا شك افضل كتير، يتناسب اكتر مع شخصيتي. وفي هذا المجتمع انا بقى مش ساذج، اذا كنت انا في مصر ممكن ابقى ساذج، لكن هنا انا مش ساذج، لان دي طبيعه المجتمع هنا وشخصيتي تتماشى تماما مع ايه، مع الموضوع ده. فادي اول سبب من اسباب الهجره. ان شاء الله هكمل السلسله في كذا فيديو، مش عارف كم فيديو بالظبط. انا كنت عملت قبل كده، ما كنت بدون، كنت عملت سلسلة برضو مكتوبة لماذا هاجرت على المدونة بتاعتي. لو عرفت الاقيها كده، من لان المدونة كانت حاولت انقلها من مكان لمكان وضاعت وحاجات زي كده. لكن كنت يعني بدأت سلسلة زي كده من زمان، وكنت برضو عملت على القناة الانجليزي بتاعي فيديو عن الموضوع ده بالانجليزي. كنت زي ايفنت كده اتكلمت فيه بعد ثورة مصر. فالمهم، لكن على القناة دي ان شاء الله زي ما قلت هعمل سلسلة، كل فيديو هيكون عن سبب او سببين، لماذا هاجرت وماذا وجدت بعد الهجرة. هذه النهاردة كل اللي عندي، وإن شاء الله نراكم في فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.